حالها كحال باقي محافظات العراق. محافظة واسط تعاني من الفساد الذي تفشى في كل مفاصلها، ومن تغول مسؤولين كل همهم ما تجنيه جيوبهم. الأهالي يقولون أنهم لم يروا أي عضو من أعضاء مجلس المحافظة يمارسون أي من مهامهم المنوطة بهم منذ تسلمهم مناصبهم. عم شايفين ما زلتم بالشارع؟ عادي زقان صار له 7 سنوات نائب محافظ، شايفينه بالشارع؟ قرارات مسؤولي المحافظة تتحرك على وفق بوصلة مصالحهم الشخصية. هكذا يشهد الأهالي الذين أكدوا أن أي فرد قد يتحرك عكس ذلك المسار فإنهم سيحرصون على إقالته. مصالح الأحزاب المصالح الشخصية فقط، المصالح منضربة مصالحهم الشخصية. زين شنو قدموه مجلس محافظة؟ قدموا للمحافظة شنو؟ بلطوا شارع، سووا لهم فالشغلة، يعني بس ضالين يقيلون ويرجعون يقيلون، يعني اللي يتضارب ويا مصالحهم يمشي. الفاسد النزيه والشريف ما يبقى، الفاسد صاحبهم والشريف لا والله العظيم ما يبقى. المواطنون اتهموا أعضاء مجلس المحافظة بالتعاقد مع شركات من خارج البلاد لتنفيذ مشاريع ما زال أغلبها متلكئاً أو غير منجز، بل وذهبوا إلى أبعد من ذلك من خلال اتهام أعضاء المجلس وبعض المسؤولين بتجارة المخدرات وغيرها مستخدمين سلطتهم الرسمية. كلهم عندهم شركات، كلهم عندهم آليات في الشركات الصينية، يفرض الآلية غصبا على مدير الشركة تشتغل غصبا عليك، وهي قاعدة طبعا بالمناسبة قاعدة وتستلم راتب، وحتى طلعت عليهم ملفات مال مخدرات. أنا الفقير، أنا أقدر شيء أقدر أسوي يعني من بحالي، بس هذا المسنود، هذا صاحب السلطة يقدر كل شيء يسوي. متظاهرو واسط دفعتهم ظروف المحافظة من تردي الواقع الصحي وانعدام الخدمات وغيرها إلى المطالبة بأن يتولى المناصب أصحاب الكفاءة الأمناء وليس الفاسدون. عمي قمنا ندور على الشريف، ما بيكم شريف؟ ما بيهم شريف ولا منتظرين من عندكم تعيين، ناس موظفين وخير من الله، وواسط كله يعرفنا. المواطنون وعدوا باستمرار احتجاجاتهم المطالبة بتغيير الفاسدين ومحاسبتهم، وهددوا بتغيير شكل التظاهرات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. مظاهراتنا سلمية، اي نعم، بس احنا ما نضمن الشارع، الشارع محتقن كله، ما نضمن الشارع ايش راح يتصرف. ويبقى واقع المحافظة بين مصالح المسؤولين التي لا تراعي حقا لمواطن وطموحات الأهالي الذين ينتظرون أملاً تشرق به حياتهم أو في الأقل حياة أبنائهم.